اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. حلقه حلوه ان شاء الله تعجبكم، الوصفات فيها باذن الله تكون حلوه. اول صنف هبتدي بيه في حلقه النهارده هو بيتزا بالسي فود. امبارح كان طلب مننا بيتزا بالجمبري، هنعملها النهارده بس هنزود عليها شويه سي فود تاني. ممكن تعمليها بجمبري لوحده، ممكن تعمليها بسي فود كامل، ممكن تعمليها بكاليماري، بس زي ما انت عايزه. المقادير بتاعتنا عجينه البيتزا اول حاجه عباره عن 4.5 كوبايات دقيق، دي هتعمل لي 2 كبار، وكوبايتين معلقه وثلاث ارباع معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره خميره فوريه، ربع كوبايه زيت زيتون، ثلاث ارباع كوبايه وثلاث ارباع ميه دافيه، وشويه سميد او دقيق ذره عشان ارشهم في الصينيه علشان البيتزا تديني طبقه مقرمشه من تحت. تاني حاجه هقولها من تاني، عجينه البيتزا 4.5 كوبايات دقيق، معلقه وثلاث ارباع صغيرين ملح، معلقه صغيره خميره فوريه، ربع كوبايه زيت زيتون، كوبايه وثلاث ارباع كوبايه ميه دافيه، وشويه سميد او دقيق ذره اللي موجود عندك. الصوص بتاع البيتزا بتاعي النهارده هستعمل الصلصه الايطاليه. الصلصه الايطاليه دي بنستعملها في البيتزا، بنستعملها للمكرونات، بنستعملها لحاجات كتير جدا. المقدار بتاعي بصلايه، فصين ثوم، شويه زيت زيتون، 3/4 كيلو طماطم معصوره، معلقه صغيره صلصه، معلقه كبيره زعتر، ملح وفلفل، ويا ريت نزود معلقه كبيره سكر كمان. يبقى بصله صغيره مبشوره، فصين ثوم، شويه زيت زيتون، 3/4 كيلو طماطم معصوره، معلقه صغيره صلصه، معلقه كبيره زعتر، معلقه ملح وفلفل، وهستعمل معلقه كبيره سكر. هستعمل بقى دلوقتي ايه البيتزا السي فود نفسها. هاخد مقدار من عجينه البيتزا اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، ومقدار من الصلصه الايطاليه. هنعمل بقى جمبري وسط مقشر، هستعمل حوالي 1/3 كيلو مش اكتر، كاليماري صغير شرايح، لو انا عندي الكاليماري اللي هو بيبقى عامل زي الجيب كده، واحده كفايه لو هي كبيره. 3 اصابع كابوريا مفرومين خشن، زيتون اسود مخلي، فلفل رومي اخضر مفروم حوالي 2 صغيرين او واحده كبيره. هستعمل علبه انشوجه لو انا بحبها الانشوجه اكسترا، حسب بقى يعني كل الحاجات اللي على الوش دي بتبقى حسب رغبتك. بصلايه برضو هتبقى ترانشات، معلقه صغيره اوريجانو، معلقه بقدونس مفروم كبيره، كوبايه موتزاريلا، 3 فصوص ثوم، ومعلقه كبيره زيت زيتون. من تاني هستعمل مقدار من عجينه البيتزا، مقدار من الصلصه الايطاليه او صلصه البيتزا زي ما انتوا عايزين تسموها، وهستعمل جمبري وسط مقشر حوالي 1/3 كيلو، كاليماري صغير شرايح، هي شرايح صغيره، 3 اصابع كابوريا مفرومين خشن، زيتون اسود مخلي، فلفل رومي اخضر مفروم شرايح، انشوجه، بصلايه، معلقه صغيره اوريجانو، البصلايه برده شرايح، لو انت عايزه تعمليها مكعبات صغيره يبقى البصله والفلفل الرومي الاثنين يكونوا مكعبات صغيره، معلقه بقدونس مفروم، كوبايه موتزاريلا، 3 فصوص ثوم، معلقه كبيره زيت زيتون. اول حاجه هنعملها هنحط عجينه البيتزا عشان تتعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الدقيق مع سكر، خميرة. انتوا ممكن لو انت عايزاها تخمر معاكي بسرعة تدوبي الخميرة مع السكر في شوية مية وتزوديها عليها، لو انت معاكي وقت هتحطيهم كلهم على بعض وتتعجن. خلاص وهبتدي ازود لها المية. العجينة دي المفروض انها تخمر على الاقل ساعة. لو انت عايزة تزودي يعني عايزة تعمليها مثلا ساعة الا ربع او نص ساعة، يبقى هتدوبي الخميرة الاول في المية وتسيبيها في المية الدافية تتفاعل شوية. مدام فوزية. ايوه مساء النور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اكلاتك التحفه دي، انا اليوم اللي ما بشوفش الحلقه بتاعت حضرتك انا ببقى متنكده. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا. فدلوقتي الاعاده بتبقى الساعه كام؟ انا بقالي يومين بستنى من الساعه 3 والله قبل الفجر وما بتجيش. متهيألي الاعاده الساعه 6. انا عمري اتفرجت على العاده، عمري اتفرجت عليها، بس اللي اعرفه انها حوالي 6 الصبح.
من قبل 6 والله بقعد، ومش عارفه انتوا عملتوا ايه امبارح عشان اقدر اطلعه. طب بصي يا بصي حضرتك، احنا الاسبوع ده لو تلاحظي في شويه لخبطه في الخريطه عشان بندخل برامج جديده، فاستني علينا بس لغايه الاسبوع الجاي تتثبت ميعاد الاعاده وتتثبت مواعيد كل حاجه، وهنقول لكم ان شاء الله ميعاد الاعاده بالظبط. لو انت ليكي في الانترنت الحلقه بتنزل على النت، مفيش بعدها ب 10 دقائق بتنزل على طول، بس ان شاء الله اول ما يحددوا ميعاد اعاده هقول لكم عليه على طول. إيه عايزه ايه؟ الوصفات بتاعت امبارح كلها؟ طب ماشي اوكي. إيه عايزين وصفات امبارح جاهزه. انتوا زي ما انتوا شايفين انا بحط الميه شويه شويه عشان الميه ما تكترش مني. اهي. العجينه زي ما اتفقنا اغلب العجائن لازم تتعجن بعد ما تلم، خلاص هي كده لمت، تتعجن بعدها 5 دقايق. في عجائن بتحتاج ربع ساعه زي مثلا السينابن الدونت، في عجائن بتحتاج 10 دقايق، بس الاغلبيه بتحتاج 5 دقايق بعد العجينه ما تلم. هي العجينه لمت 5 دقايق تتضرب. انا في الوقت ده هعمل الصوص بتاع البيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط البصل مدام روحيه. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ربنا يبارك فيكي يا رب كده ويخليكي دايما منوره الشاشه. بنورك يا عمر، تسلمي لي يا رب. الله يخليك. بقول لك يا مدام ايه، لو سمحت عايزه مرقه الخضروات تولي عليها ودبس الرمان. من عينيا الاثنين، الاثنين سهلين، ودبس الرمان حلو قوي عشان الايام دي الرمان كمان رخيص. من عينيا اللي ربنا يبارك فيك. عينيا حبيبتي. يا مدام آية الإعادة أنا مستناها برضه. الإعادة هقول لكم والله إن شاء الله، بس استنوا علينا لغاية أول الأسبوع الجاي وهقول لكم بإذن الله الإعادة إمتى إن شاء الله، لأن أنا اللي أعرفه إن هي الساعة 6. يبقى أنا بقلب البصلة بعد ما تبتدي تصفر هحط لها. بصوا أنا الطاسة كانت سخنة معايا لو لاحظتوا، بعتها على النار وحطيت الزيت وحطيت البصل. انا عايزه اكلمكم شويه النهارده عن التحمير والقلي ومشاكل الزيت، ولما نحمر كتر التحمير في الزيت بيعمل ايه، بحيث ايه معلش كده اهو خلاص كفايه نفردها بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط طماطم وهنحط الصلصة. هخليها تغلي حاجة بسيطة، هحط ملح وفلفل ومش هغطيها لان انا ادي فلفل، وهنحط لها الزعتر او الاوريجانو اللي عندك، الاثنين حلوين بيدوا طعم حلو. وهحط لها معلقه السكر. اوكي كده هو احسن اهي كده اهو. هي عايزه رشه ملح كمان. وادي السكر. بصوا النار عشان حاميه هتلاقوها اتكثفت معايا على طول. خلاص احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا هنقلها على نار هاديه عشان اشتغل على النار دي في ايه، في الحشوه بتاع جوه. فهجيبها هنا اهو نار هاديه دقايق برضو لغاية لما ايه اشتغل. وللبنات الصغيرين اللي بيطبخوا حاجة انا بلاحظها في بنتي، كل ما تيجي تعمل الطاسة تروح حاطه لي الايد كده كده، احنا هنخبط فيها هتقع. لازم تقولوا لهم لما نيجي نحط اي طاسة على النار لازم ايدها تبقى يا يمين يا شمال علشان ما تنساش وتخبط فيها تلاقي الاكل كله اتدلى عليها. خلاص هنيجي دلوقتي نعمل
هنفرد العجينه. احنا ممكن احمد يفردها لنا. العجينه دي انا بدخلها الفرن 10 دقائق الاول، بعد كده بطلعها بتبقى بالشكل ده. احنا عملناها قبل الحلقه اهو، علشان ده البلاستيك فيلم اللي اتكلمنا عنه امبارح، اللي قلنا لازم ناخد بالنا من الرقب. بصوا العجينه بتبقى كده اهو ماسكه نفسها خلاص، يعني هي لسه ستيل بيضه بس مسكت نفسها اهي بيضه. انا مجرد فردتها، المقدار عمل لي الصينيتين دول اهي كده اهو. رشينا تحتها السميد علشان تديني طبقه مقرمشه، وبتتفرد وبتخش الفرن 10 دقايق بس. بعملها بالشوكه زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ لان انا هحطها لوحدها في الفرن مفيش عليها اي مكونات، فلازم اغزغزها عشان ما تقبش، والا هلاقيها قبت معايا. فبتتغزغز كده عشان الهواء يطلع منها وما تقبش معايا، وبتخش الفرن 10 دقايق او حتى 8 دقايق، وبتطلع بتبقى مسكت نفسها. لان السي فود بالذات، بصوا هو البيتزا دي ممكن اعملها مع اي حاجه العجينه دي، بس السي فود بالذات ما بياخدش وقت جوه، فانا مش عايزاه يقعد كتير جوه. خلاص كده الصوص معايا كافي، مش محتاج اكتر من كده. بصوا اتكثف ازاي، خلاص هو كده كافي ان انا اشتغل بيه. هشيله من على النار. ايوه بصوا اهو تخن. لو انت بتحبي الصوص تخينه قوي خليه 5 دقايق كمان، بس هو كده اهو كفايه، يعني مش محتاج اكتر من كده. هاجي اعمل الحشوه بتاعتي. هعمل الحشوه ازاي؟ هجيب طاسه، شويه زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت الزيتون مش هخليه يسخن، يا دوبك يبتدي يدفى هروح على طول حاطه الخضار بتاعتي، لان زيت الزيتون من الحاجات اللي درجه احتراقها قليله فبيتحرق ويدخن بسرعه. كده اهو هروح نازله بسم الله. ادي الكالاماري والجمبري. الثوم علشان ريحتهم، والاوريجانو معاهم تاني او الزعتر اساسي علشان ما تبقاش البيتزا زفره معاكي. خدي بالك من النقطه دي كويس قوي. انا يا دوبك يبتدي لونهم يتغير، انها هتخش لسه الفرن، هتقعد لها 10 دقايق ولا ربع ساعه في الفرن، فمش عايزه اسويهم جامد. اهي بصوا لونهم ابتدى يتغير، هحط الكابوريا. الكابوريا انا بحطها عشان تاخد من ريحه الزعتر والثوم، مش عشان تستوي، هي مستويه اصلا، بس علشان ايه تاخد من زيت الزيتون والزعتر والثوم، لكن هي مستويه عشان ما تقولوش ان انا بسويها. لا ده السي فود اللي انا هحطه على البيتزاتين. زي ما قلنا مقدار العجينه بتاع النهارده هيعمل لي 2 كبار. هاجي بقى انا كمان بحب الخضار بتاعتي تبقى واخده تشويحه بسيطه زي ما عملنا الفاكرين حلقه بتاعت البيتزا، مجرد تقليبه على النار مش اكتر. ده هنا كده خلاص كافي. يبقى ادي السي فود، وادي الصوص، وادي العجينه، فاضل لي بس الخضار البصل والفلفل. تقليبه بسيطه على النار، مجرد يطروا علشان خصوصا ان السي فود مستوي مش عايزاهم يبقوا مقرقشين. لا فهي تقليبه يترو علشان تبقى البيتزا فعلا حلوه. ممكن تحطوهم من الاول مع الجمبري والكاليماري، بس برضو كده صدقوني بتبقى احلى. بصوا لو انا بشتغل في البيت
الصلصه هخلصها واحطها في طبق، هروح حاطه في الطاسه مكانها الجمبري، يعني مش لازم تستعملي كذا طاسه وتوسخي الدنيا. بس طبعا احنا هنا اهو انجازا برضو الوقت، وما ينفعش ان احنا نعمل حاجه ولا حاجه كده على طول اهو كده اهو خلاص. بصوا هي مجرد تشويح، هاجي بقى بالمعلقه زي ما قلنا العجينه اتحطت 10 دقائق في الفرن، هنحط الصلصة عليها، هنفردها وهنسيب حوالي سنتي من الجناب. لو انت عايزة تعملي صلصة بيتزا سريعة ممكن تحطي كاتشب وعليه بودرة بصل وبودرة ثوم وشوية ملح وفلفل، يعني مش عايزه تعمليها بسرعه بقى ومش عندك صلصه ومش عايزه تقعدي تعملي صلصه، الكاتشب برده هيأدي الغرض مع ملح وفلفل لو عندك بودره بصل وبودره ثوم. هحط كاليماري، وهحط الخضار، التالتة طلعت اهي العجينة التالتة طلعت. عايزة اقول لكم ان الفرن بتاع البيتزا لازم يبقى حامي جدا، يعني لازم يبقى الفرن عالي وحامي جدا. انا برصهم كده اهو، وبعد كده هاجي احط شويه الكابوريا هنا اهو عشان اخلي الجمبري لوحده فوق الجبنه، يعني انا هحط الجمبري فوق الجبنه. كده اهو ايزي هحط الجبنه، هاجي هحط الزيتون فوقيها. طبعا انت ما بتنديش جبنه كتير قوي بقى في عليها وتغطيها تماما، السي فود بالذات بيبقى حلو ان هو يبقى باين، يعني يبقى باين المكونات بتاعتها، والله حتى مش السي فود حتى كله بيبقى حلو ان انت ايه تبينيه كده. ونجيب الانشوجة طبعا لو في حاجة ما بتحبيهاش الغيها مش مشكلة، يعني انت مش ملزمة انك تحطي انشوجة، مش ملزمة انك تحطي كاليماري. اهي دي صغننة هنا نحط دي كده اهو، في هحط رشة بسيطة عشان يبقى فوق الجمبري بسيط من الجبنة بسيط، وبعد كده اهو هحط رشة بقدونس وهرجع بعد ما تستوي برضو احط رشة بقدونس تانية. ادي اول واحدة، هنعمل التانية برضو زيها بالظبط عشان نبتدي نعمل تتبيلة السمك المقلي. هنعمل دلوقتي سمك مقلي بتتبيلة حلوة جدا، انا عارفة ان الولاد مش دايما بيحبوا السمك بس الطريقة دي هتخليهم ياكلوا سمك حلوة قوي. مدام سلمى عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ انا طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي. لو سمحت انا عايزاكي تكلمينا عن الاواني بالذات، انت قلتي هنبقى نكلمكم عنها. والله انا مستنيه يكون يوم حلقات طويله، فبكره خلاص احنا بكره هكلمك على كل الاواني. مش بكره الاربعاء؟
بكره ان شاء الله هكلمك على كل انواع الطاسات والحلل وايه اللي نستعمله وايه ما نستعملوش من عينيا الاثنين. عشان انا عندي بنت عروسه عايزه اختار لها حاجات تكون كويسه. من عينيا بكره ان شاء الله. بمنتهى الامانه يا مدام ايه. الله يخليكي، بكره بمنتهى الامانه هنتكلم على كل انواع الطاسات والحلل اللي بنستعملها ان شاء الله باذن الله. إيه هنقول المقادير بتاعتنا بتاعت السمك. هستعمل كيلو سمك فيليه اي نوع، اي نوع تحبيه بس المهم يكون سمك فيليه. التتبيله بتاعتي قرن فلفل حراق مفروم ناعم، نص راس ثوم مهروس ناعم، معلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره شبت مفروم، معلقتين كزبره خضراء مفرومين ناعم، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه كبيره مستارده، ربع كوبايه عصير ليمون، معلقه كبيره خل ابيض، معلقه كبيره سكر، طماطميتين مبشورين وحبتين فلفل رومي مفرومين. خلاص نقول من تاني، احنا عايزين الكب. انا علشان افرمهم كمان هضربهم في الهاند بلندر بعد كده. يبقى التتبيله بتاعتي قرن فلفل حراق مفروم ناعم، نص راس توم مهروس ناعم، معلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره شبت مفروم، معلقتين كزبره خضراء مفرومه ناعم، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه كبيره مستارده، ربع كوبايه عصير ليمون، معلقه كبيره خل ابيض، ومعلقه كبيره سكر، حبتين طماطم مبشورين، حبتين فلفل رومي مفرومين. هغطي السمك ده بخليط من الدقيق والبقسماط تلتين لتلت، يعني لو انا عامله كميه كبيره هستعمل كوبايتين دقيق لكوبايه بقسماط، يا اما نص كوبايه بقسماط عليها كوبايه دقيق، يعني البقسماط يكون تلت الدقيق. خلاص هعمل ايه؟ هاجي اخلط كل الحاجات دي مع بعض. ادوني اهو، ميرسي. هحط الطماطم وهحط معاها الفلفل عشان الفلفل هو اكتر حاجه محتاجه ان هي تتفرم. طبعا الكزبره والشبت كل الحاجات دي نحطها في الكبير. ماشي نحطها في الكبير عشان تكفي، بس الكبيره دي مش هتفرمها ناعم قوي. فلفل حراق ثوم واجي زعتر، بابريكا، بابريكا المدخنه بالزيت بتدي طعم فظيع، واجي الكمون، الليمون، الخل. وبعد كده السمك بيتنقع فيها، ادي المستردة، سكر، وادي بودرة البصل. ونروح ضربينهم مع بعض كلهم ونحط السمك فيهم حوالي ساعة، من نص ساعة لساعة، ما بيحتاجش اكتر عشان برضو طعم الليمون ما يزيدش فيه قوي. كده اهو، وهاجي ادي السمك. انا هستعمل نصه لان احنا عندنا لسه وصفه تانيه بالسمك الفيليه برضو. وهجيب التتبيلة دي بتاعتي على فكرة. الناس اللي ما بتحبش السمك يبقى التتبيلة زعقة أوي فيه أو باينة أوي فيه، ممكن تعمل التتبيلة دي لاتنين كيلو سمك مش لكيلو واحد، يعني ممكن تقلليها للنص تحطي فيها اتنين كيلو مش كيلو واحد. بس الناس اللي زي حالاتي اللي بتحب الفليفر في الاكل يعني يبقى ليه طعم، يعني طعم مختلف عن طعم السمك نفسه، التتبيله دي هتبقى حلوه قوي ليهم بالكميه دي. اهو وبيتساب ساعه. احنا قدامنا قد ايه على الفاصل؟
انا عايزه بس اعمل واحد بتاع واحده سمكيه واحده في الدقيق والبقسماط والمصين واوريكم بنعملها ازاي علشان نطلع فاصل ونكمل بقيه السمك نغطيه في الفاصل ونرجع لكم بعد كده نحمر ونتكلم على التحمير واللي ممكن يحصل. ادي الدقيق هحط تلت الكميه اللي معاه بقسماط يعني حتى بالنظر كده يبقى البقسماط تلت الدقيق وبعدين هنجيب السمك المفروض اللي هو اتنقع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو وبالايد التانية عشان ما يلزقش فيها من عشان لو حطيت ايدي اللي مبلوله بالتتبيله في الدقيق هلاقيها عملت تكتلات عليها. ايد في التتبيله وايد في الدقيق كده اهو كده وكده وبعدين هجيب السمك تاني اهي عشان تبقى التتبيله بتاعته سميكه بحيث يبقى طعمه مقرمش وحلو قوي. مش عايزه اقول لكم بيطلع طعمه حلو ازاي بالتتبيله دي. احنا دلوقتي بقى ممكن نروح لفاصل واحنا بنغطي السمك بس انا هقولها لكم تاني. انا شلته من التتبيله حطيته في الدقيق بالبقسماط هحطه تاني في التتبيله مره تانيه كده اهو وبعدين هحطه تاني في الدقيق والبقسماط واطلع فاصل. هنروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني استنوا. رجعنا لكم من جديد عملنا البيتزا. ادي اول بيتزا طلعت بتاعت السي فود شايفين شكلها حلو ازاي طعمها بيبقى جبار يعني. دي بيتزا بالسي فود وبنقلي السمك اهي شايفين الجمبري والكاليماري عشان كده احنا بنحط حاجات فوق الجبنه وحاجات تحت الجبنه يعني الجمبري انا بحطه فوق الجبنه وبرش عليه شويه جبنه صغننين يعني اللي هو طالع منها خلاص. هنعمل دلوقتي صنف سمك كمان بالطحينه وكزبره حلو قوي وبنقلي السمك حاطين السمك في القلايه. عايزه اتكلم بقى عن الزيت شويه. كان من فتره كده من كذا سنه اتوفى اخو واحد صاحبنا اخو صاحب جوزي كان عنده 27 سنه كان جاله كانسر وبعدين الموضوع ده جاب لنا كلنا شق يعني كانت صدمه فظيعه. الولد صغير زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص. فلما قعدنا مع الدكتور وكان بيتكلم في الحاجات من اكتر الحاجات اللي بتعمل السرطانات من اكتر الحاجات اللي بتسببها ان احنا بنستعمل زيت القلي كذا مره. فانا عايزه بقى النهارده اتكلم معاكم ليه زيت القلي بيعمل كده ونستعمله ازاي وامتى نستعمله مره وامتى نستعمله مرتين وامتى نستعمله ثلاث مرات. ايه الافضل لينا في الزيوت وازاي احافظ على زيت القلي يعني لو انا هستعمله مرتين او ثلاثه برده لازم احافظ عليه من ان هو يكون متاكسد ويضرنا. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الزيت لما باجي اقلي فيه بيرتفع لدرجات حراره عاليه فبيتحلل وبيكون مواد مؤكسده. اللي احنا بنقول على المواد الكويسه مضادات اكسده، مضادات اكسده تمنع اكسده الحاجات دي في الجسم، بس مضادات الاكسده لوحدها مش كافيه في اكسده الزيت. اول حاجه الزيت بيتاكسد بقوه وبيتحلل بعد درجه حراره 200، يعني ما زودش الحرارة عن 200 بتاعت الزيت. أعرفها إزاي؟ لو أنا بقلي في القلايات الكهرباء دي هيبقى مكتوب درجة الحرارة، لو أنا بقلي عادي ما حاولش إن الحرارة تبقى عالية قوي في تحمير الزيت. ليه؟ لأن الزيت زي ما قلنا هيتحلل فبالتالي هيكون لي مركبات ضارة. حاجة تانية من اللي بتخلي الزيت يعمل مشاكل إن أنا لما باجي بقلي فيه مثلا السمك اللي هنقليه النهاردة أو بنقليه دلوقتي بينزل من السمك ده دقيق وبقسماط في الزيت. فدي المركبات السمك بتتكون من تحلل الاكل في الزيت. الدقيق والبقسماط ده هيتحلل في الزيت فهيكون لي مركبات سامه. عشان كده لازم اخد بالي من نقطه مهمه جدا ان انا قبل ما اجي اقلي فراخ سمك اي حاجه بانيه لازم انفضها كويس من الزياده من البقسماط او الدقيق او الكفر اللي عليها من التغطيه اللي عليها الزياده عشان ما ينزلش في الزيت كتير. لان
انا هصفي الزيت صحيح، بس كل ما اقلل من الحاجات اللي بتنزل فيه كل ما كان افضل. في طريقه تانية كمان اعرفها من زمان، كانوا زمان بيعملوها ما كناش فاهمين ليه، يعني كان جداتنا بيعملوها ما كناش فاهمين ليه، وهي ان احنا بنقلي نحط فص ثوم او حته جنزبيل في الزيت. المواد الطبيعيه دي، البقدونس، الثوم، الجنزبيل، في كذا حاجه كده اهو، ده الدور اللي حاضرني بصراحه من الانواع دي، بيمتصوا المركبات السامه من الزيت. فوانت بتقلي فص ثوم يتحط، لو انا هقلي في طاسه فص ثوم يتحط في الزيت، او قشره الليمون. احنا عصرنا ليمون مثلا على السمك، قشر الليمون ده هحطه في الزيت وانا بقلي، هيعمل لي حاجتين، هيقلل من المركبات الضاره، وهيعمل لي حاجه ثانيه، هيمص الريحه، الليمون بيمص روائح، فمش هتلاقي ريحه السمك ماليه البيت. قشر الليمون اللي انا حطاه في الزيت هيمص لي الريحه بتاعه السمك، ما ينتشرش كتير في البيت. هنتكلم كتير عن الزيوت واحنا بنشتغل. هنقول دلوقتي حاجه عظيمه، حاجه عظيمه. الو، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ منوره والله. ميرسي ميرسي ليكي حضرتك، منوره الشاشه والله. بنورك يا حبيبتي، الله يخليكي. الله يخليكي. عامله ايه يا اولاد؟ الحمد لله دكتور. الحمد لله، كلهم بيسلموا عليكي. الحمد لله، الله يخليكي، وعلى النصايح الحلوه اللي بتقوليها. الله يخليكي يا رب، تسلمي لي والله، عينيا ليكي. وانا عاوزه اسالك على صينيه القرع العسل، ما هنعملها النهارده. النهارده عاملينها ان شاء الله. اخر الحلقه قلبك حاسس. عاملين النهارده ان شاء الله. حلوه هعملها لكم النهارده بطريقه حلوه قوي ان شاء الله. وانت كل حاجاتك حلوه، الله يخليكي. البيتزا بتاعتك تجنن. الله يخليكي، تسلمي لي يا رب، تسلمي. منوره. ميرسي يا حبيبه قلبي، الف شكر. الله يخليكي، ميرسي ليكي يا قلبي. هنقول مقادير السمك بالطحينه. انا عايزه ابص على البيتزا الثانيه، لسه شويه صغيرين بس تاخد لون. هستعمل كيلو سمك فيليه، هتبله بملح وفلفل، ومعلقه كبيره كمون، ومعلقه كبيره اوريجانو، وعصير ثلاث ليمونات. خلاص، هنجيب برده نحط التتبيله عليه. المفروض ان انا هحط التتبيله على السمك نص ساعه. ادي السمك اللي عندي، هحط عليه ملح وفلفل، هحط عليه معلقه كبيره اوريجانو، ومعلقه كبيره كمون، وعصير ثلاث ليمونات كده اهو، وهنحط ملح وفلفل. ادي فلفل، وادي الملح. خلاص، وهنتبله وهنسيبه شويه في التتبيله دي. هنقول بقى بقيه المقادير بتاعتنا. الصوص بتاعي بتاع الطحينه هيبقى عباره عن نص كوبايه طحينه مع ثلاث ارباع كوبايه ميه وربع كوبايه عصير ليمون. اوكي، يبقى صوص الطحينه عندي. ادي انا بقلب السمك بس في الحاجه كويس علشان يشرب كله من التتبيله، خصوصا ان احنا ما عندناش وقت ان احنا نحطه كتير فيها، يعني هنضطر نشتغل بيه عشان يبقى له طعم. يبقى الصوص بتاع الطحينه بتاعي عباره عن نص كوبايه طحينه، ثلاث ارباع كوبايه ميه، وهنحط معايا ربع كوبايه عصير ليمون. خلاص، التقليه بتاعتي او الكزبره بتاعتي هعملها من حزمه كزبره خضراء، راس توم مهروسه، قرنين فلفل حراق، ثلاث معالق صنوبر متحمص وده اختياري، وشويه زيت زيتون. يبقى عندي حزمه كزبره خضراء، راس توم مهروس، قرنين فلفل حراق مفروم ناعم، معلقتين صنوبر محمص وده اختياري، وزيت زيتون عشان احمر في التوم والكزبره. اجي عندي، اجي السمك بتاعي، هخليه بدقايق كده على ما اعمل الصوص، وبعد كده نبتدي نشتغل فيه. وادي الميه والطحينه. عايزين معالق لو سمحت يا احمد. حاجه كمان بتخليني، ادي البيتزا التانية طلعت، شايفين اهي ما شاء الله حلوه ازاي. ممكن تجيبها لنا يا محمود؟ البيتزا التانية اهي، احطها جنب الاولاني. ادي البيتزاتين جنب بعض طلعوا. انا الطحينه اهي، ايوه المعلقه كده عشان اعرف انزل
كل الطحينة اللي عندي، هدوب الطحينة. مارمي مارمي الو الحمد لله. مارمي ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت صغنونه؟ عندي 9 سنين. يا روحي ما شاء الله عليكي. ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. عينيا ليكي. عايز اسال ازاي تصنيع الشوكولاته؟ ازاي تصنيع الشوكولاته؟ الشوكولاته نفسها من الكاكاو يعني؟ اللي بتدار في السوق. اوكي ماشي حبيبه قلبي، بس تصنيع الشوكولاته من الكاكاو انك تعمليها دي عايز لها مصانع والات، بس نحاول نقول لك حاجه بسيطه وطريقه بسيطه ليها. هحط طبعا ملح وفلفل مع الطحينه. عايزه شويه طحينه تانية يا احمد لو سمحت. هحط ملح وطحينه، شويه طحينه كمان والبندر كده اهو. انا مش قادره اعمل بسرعه جامد علشان الكاب صغير مش عايزاها تطلع بره، فهضربها في البلندر. هاجي بقى اعمل ايه؟ اجي السمك بتاعي هسويه. انا كنت بقول الاناء اللي انا بستعمله في التحمير بيحكم لي برضو درجه احتراق الزيت. يعني ايه؟ يعني مثلا الانيه بتاعت الحديد اللي هي الزهر ممتازه في التحمير انها موصله سريعه للحراره، بس النحاس والحديد من الحاجات اللي للاسف بتاكسد الزيت بسرعه، انها بتوصل حراره بسرعه. يعني هي ليها شقين، شق اولاني ان هي بتحمر بسرعه بتخليني انجز بسرعه، لو انا بحمر بطاطس بحمر حاجه عندي ناس بتخليني انجز، لكن في نفس الوقت على فكره السمك ده احنا ممكن نحطه في الفرن وممكن نشوحه في شويه زيت بساط على النار قبل ما اعمل له الصوص بتاعه. فكنا بنقول ايه؟ الانيه دي زي ما ليها شق كويس ان هي سريعه بس بتخلي لي الزيت يتحرق بسرعه. كمان لو انا بحمر نشويات، عايزاكم تاخدوا بالكم كمان من حكايه النشويات دي قوي. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي فيها نشا زي مثلا الدوناتس، البطاطس، النشا في البطاطس كتير. الحاجات دي ما ينفعش لسه الزيت عايش شويه صغير، نخلينا نتكلم. ما ينفعش ان انا احمر في الزيت بتاعها كذا مره. ليه بقى؟ لان البطاطس او اي ماده فيها نشا كتير وسكريات كتير بتطلع ماده اسمها اكريلاميد. الماده دي بتبقى للاسف مسرطنه. علشان كده دايما بنقول ما تكتروش من البطاطس المحمره، ما تكتروش من الدوناتس ولقمه القاضي وبلح الشام. مش ما ناكلهاش، ناكلها بس مش كتير. يعني مش كل يومين ثلاثه انا عامله بطاطس محمره للولاد، حرام. اهي الزيت سخن. بصوا بقى ميزه الجرانيت، احنا هنتكلم بكره على الحكايه دي، ان هو ما بيلزقش خالص ما شاء الله، ومن الحاجات الصحيه جدا. فدايما الزيت اللي انا بحمر فيه حاجه نشاها كتير يا ريت ما استعملوش تاني. فاخد بالي بقى بان ايه؟ ان انا استعمل زيت قليل، يعني مش لازم املى الحله. لو انا عايزاه عميق هعمل ايه؟ هجيب حاجه صغيره وغويطه برضو هتقلل لي الزيت. يعني مش لازم اجيب طاسه زي دي واروح مليها كلها زيت، احنا ممكن نجيب، ورينا احمد عندنا الحله الصغننه او الكسروله الصغيره. لو انا مثلا هقلي دونت هقلي حاجه هجيب حله صغيره واملاها زيت عشان ما استعملش كتير، لان زي ما قلنا البطاطس الدونتس لقمه القاضي الحاجات اللي فيها نشا ما ينفعش ان انا استعمل الزيت بتاعها تاني. في انواع من الزيوت ممكن نستعملها كذا مره. يعني بصوا اهي استعمل حله كده بحيث لما اجي احط زيت فيها هيبقى غميق بس هيبقى قليل، غير ما اجي استعمل طاسه كده كبيره واحط زيت فيها هيبقى كميه الزيت اللي حرميها كتيره، ما هو حرام كمان. فناخد بالنا من الكلام ده. طبعا اسراف اسراء، انا فاكراك بتقولي اسراف. اسراء يا اسراء، وطي التلفزيون عشان اسمعك كويس. الو. ايوه يا اسراء ازيك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟
13 سنة. ما شاء الله حبيبتي قلبي، انتوا كلكم اجازة ولا ايه؟ وطي التلفزيون يا اسراء عشان الصوت بيتعاد معايا. الو؟ هي اسراء راحت فين؟ ميرسي يا اسراء، يا ريت تكلمينا تاني يا حبيبتي. كده اهو السمك هنقلبه الناحية التانية. نرجع للزيت. في انواع زيوت ينفع ان احنا نحمر فيها كذا مرة، زي نخالة الرز، الكانولا. هو للأسف الكانولا مش موجود عندنا في الدول العربية غير قليل، ولو انه ابتدى يدخل دول الخليج. الكانولا ده من افضل انواع الزيوت بس للأسف مش موجود في مصر. زيت الذرة ما فيهوش كوليسترول لو ني، لكن زيت الذرة لو اتحمر بيبقى فيه كوليسترول. وزيت الذرة ما ينفعش في التحمير، لازم استعمله مرة واحدة، وعباد الشمس مرتين. فاخد بالي برضو من الحاجات دي، من نوع الزيت. ادي السمك انا هرصه بعد كده في طاجن، وادي السمك المقلي طلع معانا اللي احنا قليناه بالتتبيله الخاصه. بعد كده اهو انا هرص السمك اللي انا قليته ده في الطاجن بتاعي. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تقللوا من التحمير لو عايزين، او ده السمك المقلي، وتحطوا السمك في الفرن. يبقى احنا علشان نحافظ على الزيت بتاعنا، عشان اقدر لما اجي استعمله مرتين او ثلاثه اعمل ايه؟ اول ما الزيت يهدى اروح مصفياه، خلاص اصفيه من الشوائب فيه. ده السمك انتوا لو عملتوا جنبيه اي صوص من الصوصات الثاوزند ايلاند، او اي صوص كده من اللي بنستعملهم، او التارتر صوص، هيبقى فظيع. احنا ممكن على فكره بكره هنعمل لكم كذا صوص، لان احنا بكره عاملين برده حاجات تنفع مع الصوصات. بكره اعمل لكم كذا صوص ينفع مع السمك. كده اهو، وادي الثانيه. يبقى زي ما قلنا، اول حاجه انفضي الاكل كويس قوي قبل ما تحطيه يتحمر. يعني نزلي الدقيق والبقسماط الزياده قدر الامكان قبل ما تحطيه يتحمر. تاني حاجه، اول ما الزيت يهدى ما تستنيش ان هو يبرد، صفيه على طول، علشان كل ما هتقعد الشوايب فيه كل ما هتتحلي. فايه؟ صفيه بسرعه قدر الامكان. هناخد فاصل ادي، هحط بقيه السمك، وهعمل الصوص. احنا الحين هنخلص الحلقه بتجري معاكم والله يا جماعه جري. خلاص انا دلوقتي هحط السمك كده، وهعمل التقليه او الصوص اللي هحطه على هاجي اعمل ايه، شويه زيت زيتون، هحط معاه، انا شلته علشان ما يسخنش مني، هحط الثوم والفلفل الحراق، واقلبهم لغايه لما تطلع روحتهم. الثوم يصفر بس، دي الطحينه اهي اتضربت. ما هو انا مش هينفع اطلع فاصل قبل ما احط الكزبره. ادي الثوم اصفر، هحط الكزبره. الكزبره لازم اكون شايله شويه عشان الاخر. كده اهو اهي، بصوا اول ما تطلع ريحه الكزبره والثوم مع بعض، هروح حاطه الطحينه عليهم. حاطه الطحينه وبعدين
مقلبه الصوص وحطاها على السمك ومدخلاها في الفرن. خلاص يبقى انا عملت التوم مع الفلفل الحراق وحطيت لهم الكزبره بعد ما اصفروا. اول ما ريحتها تطلع زودت الطحينه، انا مستنيه بس الطحينه تغلي معايا، وانس انها غليت هحطها على السمك وادخله الفرن. هنروح لفاصل عشان هم زعلانين مننا، هروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد، احنا زي ما عملنا قبل الفاصل ان احنا خلطنا الثوم على النار والكزبره والفلفل الحراق وحطينا لهم الطحينه في الاخر. ادي هحط بقيه السمك عشان احط عليه الصوص ده. هي على راي احمد شبه السمكه الحاره شويه، هي الاكله دي لبناني حلوه جدا كده اهو. بس وبعد كده اهو هاجي بقى للصوص بتاعي احطه عليها. حسيتي ان هو تخين ممكن تزودي شويه ميه، ميه سخنه مع الصوص. يعني انا هنا اهو هزود له شويه ميه مغليه خدي بالك ان السمك مستوي والصوص مستوي فهو مش هياخد وقت كتير في الفرن، مجرد يشكشك. كده اهو اهو هدخله الفرن يشكشك شويه يعقد شويه، وبعد كده احط له البصنوبر واطلعه. احنا عندنا فاصل تاني يا محمود ولا ده اخر فاصل؟ طب اوكي. هنعمل دلوقتي القرع العسل، هنعمل القرع العسل، هنعمله بطريقه حلوه وسهله وبسيطه وهيعجبكم جدا ان شاء الله. هستعمل نص قرعايه، كيلو ونص او واحده صغننه واقسمها اتنين، المهم انا عايزه كيلو ونص من القرع العسل، معلقتين زبده، نص كوبايه سكر بني، ربع كوبايه سكر عادي، مكسرات محمصه، المقادير الكريمه بتاعته 5 معالق كبيره كورن فلاور، 3 كوبايات حليب، 5 معالق سكر او حسب الرغبه. طبعا السكر دي بترجع عليكي في الكريمه عايزاه قد ايه. وهنستعمل نص كوبايه قرع عسلي من المطهي، يعني وانا بشيل القرع هشيل منه شويه علشان ان انا استعملهم في الصوص في الاخر. يبقى نص قرع عسلي وزنها كيلو ونص، يعني النص اللي انا هستعمله ده هو كيلو ونص. عايزه تستعملي واحده كبيره، اكبر من كده هتاخدي تلتها، المهم تديني كيلو ونص من القرع العسل. معلقتين زبده، نص كوبايه سكر بني، ربع كوبايه سكر عادي، مكسرات محمصه، والكريمه عايزه 5 معالق كبيره كورن فلاور، 3 كوبايات حليب، 5 معالق سكر، ونص كوبايه قرع عسلي مطهي. اول حاجه هعمل ايه؟ هجيب القرعه دي مقسومه من النص، شلت البذر منها، هشيل منها
بيبقى ايه زي شعر كده. ده كله مفروض يتشال منها بالسكينة. هجيب السكينة واكحت ده. انا مش هقشرها ولا هقطعها، انا هحطها كده اهو. انا بعملها بطريقة اسهل عشان ما اقعدش اقشره واستقشر القرع العسلي، اوحش حاجة واسوأ حاجة وانا بعمله. فكده اهو هي عايزة شوكة كبيرة. هو بصوا ده كله بنشيله علشان ما يضايقنيش بعد كده في الاكل مش حلو. ده كله بيتشال. اجيب السكينه كده اقطع اهو واروح شايلاه قدر الامكان اهو. بعد كده اهو بعمل ايه بعد ما اشيله؟ هروح دهنه القرع ده بمعلقتين الزبده وارش عليه السكر وادخله الفرن. هيطرى القرع ويستوي وابقى انا لا قعدت قشرت ولا قطعت ولا حاجه، انا مجرد يعني انا شلت الشعر ده وحاسه ان هو مجهود، فما بالكم بقى لما نقعد نقشرها كلها كده اهو. واروح حطها كده عليه كله. وبعدين هعمل ايه؟ هي كده اهو اصلا بتسيح وبتختلط في كل حته، بس انا بحط الحتت العاليه ادي الزبده. واروح جايبه السكر ورشه عليها ادي السكر وادي سكر بني. انت ممكن تحطي السكر عادي كله مش لازم بني يعني. ده بقى بيتكرمل جوه الفرن مع القرع العسلي، يا سلام بيبقى فظيع كده اهو. هاجي بقى نعمل ايه؟ هجيب فويل وهجيب ورق زبده واروح حاطه القرع هنا اهو واغطيها كويس، اغطيها كويس وادخلها الفرن. اول ساعه بخليها مقفوله كويس بحيث تستوي تماما، بعد كده بكشفها علشان السكر البني يتكرمل عليها يعمل طبقه مكرمله بحيث يبقى طعم القرع بالسكر البني حلو جدا كده اهو. بنطلعها من الفرن بتبقى اهي شكلها كده. باخد بقى بالمعلقه اللي جوه ده، بس انا عايزه احط على النار اللبن بتاعي علشان يلحق بس يتعمل مهلبيه. بصوا انا هحط الكورن فلاور في اللبن، احط معاهم السكر. انت شلت الهاند بلندر من هنا وهحط معاهم هحط معاهم شوية حوالي نص كوباية من القرع ده خلاص علشان، وبعدين بيتعمل بقى بالهاند بلندر او احطه في الخلاط، بس الهاند بلندر اسهل لي. لا العادية مش دي هيبقى صعب قوي انه يعملها اللي بتفرم. بصوا انتوا ممكن كمان تعمليها من غير هاند بلندر ولا حاجه، ممكن تعمل كده اهي بايدك وخلاص. خلونا بالطريقه التقليديه مش لازم، وافضل اقلبه على النار لغايه لما يتحول لي لمهلبيه. ايوه بس طبعا انت لو ضربتيه في الخلاط احسن اهو. هنعمله بال بصوا دي حته شعر كانت موجوده اهي شلتها، لان ايه الشعر بتاع القرع العسلي ده بقى وحش قوي في ال بسم الله الرحمن الرحيم. الحق اضربه قبل ما يتكسر يعني قبل ما يبقى مهلبيه.
هيتضرب معايا وكده. وحتى الكريمه بتاعتي هتاخد من طعم القرع العسل. وزي ما قلنا ما عنديش البلندر ده، انا قبل ما احطه في الحله بروح ضربها في الخلاط اللي هو الشفشق كده اهو، بيتقلب بقى لغايه لما يتكثف. انت ممكن يا احمد تيجي بقى تقلبه معانا علشان انا اشتغل. هو لونه مش هيكون ابيض ابيض، فانت لو تحبي ممكن تعملي طبقه ثالثه من المهلبيه لوحدها. هاجي نعمل ايه، هاخد القرع اللي هو الكارميل ده مع السكر ومع الزبده وهحطه هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر بصوا، عشان السكر كان متركز في النص هنا هتلاقوا الحته دي اغمق عشان كان فيها سكر بني كتير. انت بتعمليها على بعضها وكده اهو، اسهل كتير من ان احنا نقعد نجيب القرع ونقشره ونقطعه. ولو انه ساعات بيتباع الايام دي متقشر، لو هو متقشر عندك بقى هتعملي ايه؟ متقشر ومتقطع مكعبات، هتجيبي مكعبات القرع وتروحي حاطه عليها سكر بني وزبده وهتعمليهم بنفس الطريقه دي، وهي خلاص يعني هتستوي معاكي اهو كده اهو. احنا خدنا منها شويه للمهلبيه ضربناها معاها، وادي بقيه القرع بتاعي. يعني حتى هو لو اتاكل كده مش عايزه اقول لكم طعمه ازاي اهو. بخلطه علشان الحته المتكرمله قوي تيجي مع الحته الفاتحه. وبعد كده اهو برش عليه مكسرات محمصه. عايزه تحطي زبيب وجوز هند اوكي، عايزه تحطي اي حاجه، ممكن ما تحطيش اي حاجه يعني، ممكن تعمليه بالكريمه من غير مكسرات. في ناس بتعمله بالبشاميل، بس انا عايزه اقول لكم حاجه على البشاميل. البشاميل انا بالنسبه لي مع القرع العسلي او مع البطاطا بحس انه بيخلي طعمهم كاني هاكل حاجه مالحه، يعني بحس بريحه المكرونه البشاميل حتى لو هو مسكر، بس بحس ايه ان ريحته زي المكرونه البشاميل. فعشان كده انا بحب دايما الكريمه في الحاجات دي اكتر من البشاميل في الحاجات المسكره. غلي ولا لسه؟ اه ادي الكريمه بتاعتي اتكثفت معايا وشايفين لونها واخده شويه، واخد شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح حطاه، وزي ما قلنا انت لو عايزاها بيضه ممكن تعملي طبقه ثالثه من الابيض، وممكن تخليها كده اهو، وممكن تعمليها من غير القرع العسلي فيها، بس هو كده بيديها طعم لو جربتيه صدقوني فظيع. وبعدين بدخلها الفرن، بتقعد نص ساعه في الفرن، ما اتحمرتش قوي في النص ساعه دي بروح مشغله لها الشوايه. هروح لفاصل دلوقتي، هنروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنوني. رجعنا لكم من جديد. طلعنا السمك اللي بالكزبره والطحينه او لما بيطلع بنرش عليه شويه كزبره كمان، ولو عايزه تحطي عليه صنوبر طبعا الصنوبر بيبقى تحفه معايا اهو، شويه صنوبر مع الكزبره. عايزه اقول لكم ريحه السمك ده عامله ايه في الاستوديو. دي الحاجات اللي عملناها النهارده. احنا عملنا النهارده بيتزا بالسي فود، عملنا سمك مقلي بتتبيله خاصه، عملنا سمك بالطحينه، وعملنا القرع العسلي. هنقول بقى المقادير بتاعت كل حاجه ونراجعها بسرعه كده. احنا عملنا سمك بالطحينه والكزبره، السمك ده
تبلناه بملح وفلفل الكيلو السمك، ومعلقه كبيره كمون، ومعلقه كبيره اوريجانو او زعتر اللي عندك، وعصير 3 ليمونات، وسيبناها في التتبيله دي نص ساعه. بعد كده حمرناها في شويه زيت زيتون صغيرين، او تحطيه في الفرن يستوي. بعد كده بتعملي له صوص طحينه من نص كوبايه طحينه، 3 ارباع كوبايه ميه، ربع كوبايه عصير ليمون وملح وفلفل طبعا، وهنحطه عليه ونحطه في الفرن بعد ما اعمله التقليه. التقليه دي عباره عن ايه؟ حزمه كزبره خضراء، راس توم مهروس اللي هو ده السمك ده، راس توم مهروس، قرنين فلفل حراق مفرومين، دول بشوحهم في شويه زيت زيتون، ريحتهم تطلع كويس قوي، بروح حاطه لهم الطحينه اللي انا مفكاها من بعضها، وبعد كده بحطهم على السمك وادخله الفرن، ولما يطلع برش عليه كزبره وبرش عليه شويه صنوبر. عملنا كمان القرع العسلي، قرع العسلي جبنا القرع العسلي وقطعناها نصين وفرغتها من جوه من البذر والشعر وكل اللي فيها، ودهنتها بمعلقتين زبده، بعدين حطيت لها نص كوبايه سكر بني وربع كوبايه سكر عادي، ممكن تحطي 3/4 كوبايه سكر عادي لو عايزه مش مشكله، وقفلناها بالفويل اللي متبطن بورق الزبده، او لو انت عندك صينيه متغطيه حطيها فيها ودخليها الفرن مش مشكله، المهم انها تستوي، وبعد كده تكشفيها علشان الوش بتاعها يتكرمل، بيديني طعم الكراميل كده في القرع. بعد كده اهو بعمل الكريمه من 5 معالق كبيره مليانه كورن فلاور، بدوبها في 3 كوبايات حليب، 5 معالق سكر او حسب الرغبه، وبحط معاهم نص كوبايه قرع عسلي مطهي من اللي انا دخلته الفرن، وبضربهم في الخلاط واحطهم على النار لغايه لما تبقى كريمه، بحطها على القرع العسلي. لو عايزه احط مكسرات بحط بينهم مكسرات، عايزه تحطي زبيب، جوز هند، اللي انت عايزاه بتحطيه بين القرع والكريمه بتاعته. عملنا كمان سمك مقلي بتتبيله خاصه، السمك ده تتبيلته حلوه جدا، التتبيله دي بتاخد من كيلو ل 2 كيلو سمك حسب ما انت بتحبيها زعق قد ايه. التتبيله بتاعتي عباره عن قرن فلفل حراق مفروم ناعم، نص راس توم مهروس ناعم، معلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره شبت مفروم، معلقتين كزبره خضراء مفرومه ناعم، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه كبيره مستارده، ربع كوبايه عصير ليمون، معلقه كبيره خل ابيض، معلقه كبيره سكر، طماطميتين مبشورين، وحبتين فلفل رومي مفروم، كلهم في الهاند بلندر او في الكبه بضربهم كويس قوي مع بعض، وبملحهم ملح وفلفل كويس، اظبط ملحهم واحطهم على السمك حوالي نص ساعه لغايه لما السمك يشرب التتبيله دي. بعدين بعمله في خليط من الدقيق والبقسماط، تلتين دقيق مع تلت بقسماط، وبحمرهم في زيت غزير سخن. البيتزا بتاعه السي فود، هاخد مقدار من عجينه البيتزا. ايه عجينه البيتزا عندي اللي انا عملتها؟ عملت 4 كوبايات ونص دقيق مع معلقه وثلاث ارباع معلقه ملح، معلقه صغيره خميره فوريه، ربع كوبايه زيت زيتون، كوبايه وثلاث ارباع ميه دافيه، وعجنتهم كلهم مع بعض، بعدين فردتها في الصينيه وشكشكتها بالشوكه عشان تطلع الهواء منها، وحطيتها في الفرن 10 دقائق لغايه لما تستوي زي ما وريتها لكم كده، تفضل بيضه. هطلعها وادهن عليها صلصه بتاعت البيتزا، عباره عن شوحت بصلايه مع فصين توم في شويه زيت زيتون، بعد كده لما بيصفروا بزود لهم 3/4 كيلو طماطم معصوره مع معلقه صغيره صلصه، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره زعتر وملح وفلفل، مفيش اقل من 10 دقائق على النار، 5 دقائق على النار اتكثفت الصلصه، وبعدين فردتها على البيتزا اللي انا حطاها في الفرن 10 دقائق وطلعتها، وحطيت عليها بقى الحاجات بتاعه السي فود اللي هي بقى عباره عن ايه. عملت ايه؟ انا جبت التوم شوحته لغايه لما اصفر، حطيت عليه الجمبري والكاليماري، جمبري متقشر وكاليماري متقطع شرايح رفيعه، وحطيت معاهم اوريجانو. التوم والاوريجانو مهمين جدا مع السي فود زي ما قلنا، عشان ما يبقاش فيه اي ريحه مش حلوه، اي زفاره بتروح تماما. وبعد كده في الاخر زودت لهم 3 صوابع كابوريا مفرومين خشن، وخلاص شوحت برده الفلفل الرومي، فلفلتين رومي مع بصلايه متقطعين ترانشات رفيعه، اديتهم تقليبه على النار كده عشان يطروا، وبعد كده حطيت الفلفل الرومي والبصل والكاليماري على الصلصه، غطيتهم بالموتزاريلا، وحطيت على الوش الجمبري، وحطيت زيتون اسود، وحطيت انشوجه، ورشيت بقدونس، ودخلتها الفرن لغايه لما تستوي، بقت بالشكل ده. انا عايزه اقول كمان الحاجات اللي طلبت مننا بتاعت امبارح اللي المدام كلمتنا. انا عملت امبارح الليزي كيك، دي عباره عن كيكه بالبسكوت، حلوه جدا وسهله جدا، مقاديرها علبه لبن مكثف، باكوين بسكوت،
ميري بصي انا هقول لك المقادير بحسب الطريقه بالترتيب. علبه لبن مكثف ضربتها في الخلاط مع 7 معالق زبده وخمس معالق كاكاو خام، ضربتهم كويس جدا لغايه لما الزبده ساحت تماما، كسرت فيهم باكوين بسكوت ولفتها بالفويل اتعملت لي رول، هحطها في الفريزر 3-4 ساعات بعد كده بتتقطع وبتتقدم. عملنا امبارح برده فطاير حلزونيه عملناها ب5 كوبات دقيق، دي العجينه بتاعتها مع بيضايه، عجناهم 5 كوبات دي مع بيضايه، معلقه ملح، نص كوبايه زيت، كوبايه لبن دافي ومعلقه كبيره لبن زبادي، 3/4 كوبايه ميه دافيه ما فيهاش خميره بس تسيبيها لغايه ما ترتاح تماما، لان العجينه من غير خميره بتشد فلازم ترتاح على الاقل 2 ساعة وممكن تسيبيها طول الليل بس رش عليها شويه زيت علشان تبقى طريه. بتحشيها بحشوه سبانخ، احنا عملنا سبانخ مع جبنه فيتا، عملنا 2 كوبايات سبانخ مفرومين، استعملت انا 1/2 كيس سبانخ مجمده فضيتها فكيتها وصفيتها كويس مع 1/2 كوبايه جبنه ملح خفيف، 1/4 كوبايه موتزاريلا، بصلايه مفرومه ناعم، قرن فلفل حراق مفروم، و1/4 كوبايه زيت زيتون او حسب ما انت عايزه الزيت. قلبتهم كلهم مع بعض وحشيت بيهم العجينه دي على شكل رول ولفيته على شكل حلزون. ممكن تحشيها بلحمه معصجه، ممكن تحشيها بخليط من الجبن زي ما انت عايزه. عملنا كمان قلنا على البهارات، عملنا وردات البطاطس بالفراخ، وعملنا ايه تاني، وعملنا نقول وردات البطاطس. الوردات بتاعت البطاطس بتجيبي بطاطس رفيعه كده مدوره وتقطعيها ترانشات زي الشيبس بس تخينه، تحمريهم في شويه زيت وبعد كده بتحطيهم في الكب كيك، قوالب الكب كيك على شكل ورده، بتحشيها بايه، ببصلايه مفرومه بتشوحيها على النار مع صدرين فراخ مفرومين ونص معلقه بهارات، بعد ما يتحمروا كويس بتبعديهم على النار وتزودي بيضايه مع 1/4 كوبايه موتزاريلا وشويه فلفل حراق مفروم وشويه بقدونس، وتحشي بيهم ورده البطاطس وبعد كده على الوش تحطي شويه موتزاريلا وبقدونس وتدخليها الفرن، بتبقى صنف مقبلات حلو جدا. عملنا كمان بقلاوه اساور الست او عيش البلبل، ان احنا لفينا ورق الجلاج على عصايه الشيش طاووق لفتين الاول بعد كده دهناها بالزبده كرمشناها وطلعنا منها العصايه ولفيناها زي الدايره زي الاسوره وهي مكرمشه ودهناها بالزبده ودخلناها الفرن لغايه لما استوت وبقت ذهبي، طلعناها حشيناها مكسرات مخلوطه بشويه شربات. طبعا لازم تغطسيها هي الاول بعد ما بتستوي وتبرد تماما، تغطسي البقلاوه دي في شربات دافي علشان تشرب منه. دي الحاجات اللي عملناها النهارده وعملناها امبارح. في معانا وقت نقول شويه نصايح؟ طب حلو قوي، انا عايزه اقول بقى ايه النصايح علشان احافظ على الزيت بتاعي. اول حاجه قلنا هننفض الدقيق والبقسماط، انا مش عايزه اقول لكم انا كاتبه لكم النصايح كلها عشان ما انساش حاجه منها. بنفضي الدقيق والبقسماط كويس، يعني انا هحمر السمك كده قبل ما احط السمك اروح منفضاه كويس قوي قبل ما احطه في الزيت علشان ما ينزليش شوايب كتير. تاني حاجه بعد ما اخلص اقلي اول ما يهدى الزيت بروح مصفيها على طول وحطاه في حاجه تكون غامقه، مثلا ممكن اخلي حل عندي او برطمان صاج عندي مخصوص علشان احط فيه الزيت اللي بصفيه فيه، واشيل الزيت ده في مكان بارد معتم، ما ينفعش يعني مثلا الفرن ممكن يبقى غامق معتم يعني، لكن مثلا الجو حر الايام دي فالفرن هيبقى فوقيه البوتاجاز هيعمل لي حراره فما احطش الزيت جواه، ممكن احطه في الشتاء ممكن اخليه في الفرن المطفي. عايزه اقول حاجه كمان، ان الاطعمه المجمده لما هي كامله التجميد واحطها في الزيت السخن ده برده بيأكسد الزيت بسرعه عشان فرق درجه الحراره، يعني انا ما اجيبش زيت واروح حطاه على نار حاميه قوي بحيث يسخن بسرعه، ده هيخليه يتحلل ويتأكسد. الزيت اسخنه بالتدريج نار وسط. نفس الحكايه لما بحط حاجه مجمده في زيت سخن قوي الفرق درجه الحراره بيحلل لي الزيت بسرعه بيخليه يتحلل ويتأكسد. حاجه كمان وانا بقلي مغطيش الزيت لان البخار هينزل لي هيتكثف بخار على الغطا ينزل في الزيت هيزود من سرعه تحلل الزيت، فمغطيش الحاجه وانا بقليها، يعني عشان في ناس مثلا بتبقى عايزه تقلي بسرعه تروح مغطيه الطاسه، ده غير ان هي بتطري الحاجه، يعني فاكرين المدام اللي كلمت قالت انها عملت الفراخ المقرمشه طريت معاها عشان غطيتها، البخار بيطري لك الحاجه بلس ان هو بيأكسد لي الزيت بسرعه، غير القلايات عشان في ناس هتقول لي القلايه الكهرباء بنقلي فيها، هنا بتطلع لي البخار، لو تلاحظوا ان هي فيها هنا فتحات بتطلع لي البخار ما بتخليش البخار يتكثف وينزل على الاكل تاني، خلاص؟ ايه كمان نعمله؟ زي ما قلنا المقله الحديد او النحاس
عشان سريعة التوصيل للحرارة برضو بتزود من تأكسد الزيوت عندي. الحرارة ما تزيدش عن 190 لأن 200 بيبتدي الزيت يتحلل بسرعة، فدايما حاولي أن التحمير يبقى الزيت مش سخن قوي لدرجة أن أنت ساعات بتلاقي دخان طالع من الزيت، ده معناه أن الزيت اتحلل، ده معناه أن هو ابتدى يكون مركبات سرطانية هي اللي طلعت لي اللون الدخان اللي هو المسود ده. فالزيت لما بيطلع الدخان ده لو سمحتي ارميه ما تستعمليهوش لأن هو خطر على الصحة وبيعمل مركبات سامة. حاجة كمان، وأنا بحمر ما ينفعش أرش البهارات. لو انا بحمر تحمير عميق انا ما بتكلمش ان انا بشوح زي ما عملنا الجمبري مثلا في معلقتين زيت، لا انا بتكلم على ديب فراي تحمير غزير. ما ينفعش مثلا وانا بحمر بطاطس اروح رش عليها ملح او رش عليها اي توابل وهي في التحمير، لان التوابل دي احنا بنقول نهز الحاجه عشان ما ننزلش شوايب في الزيت، ما اجيش انا بقى ارش حاجه على الزيت ابوظ الدنيا اكتر. فخدوا بالكم برده بالنقطه دي. معانا وقت تاني؟ خلاص، يبقى احنا بكره ان شاء الله هنتكلم على الاواني، فرق بين الاواني، هنتكلم على التيفال والسيراميك والجرانيت والالومنيوم والاواني اللي بنستعملها والصاج، كل الاواني الفرق بينها ايه الاحسن والافضل، مميزات كل نوع وعيوبه هنتكلم عليها بكره ان شاء الله. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم وتكون الوصفات عجبتكم. اشوفكم على خير.